بك. يا أهلا دكتور. اليوم الوزير راشد حسمها الحكومة ورئيسها يعني باقيا، انعكاس هذا التصريح على المعارضة، كتلة المعارضة، كيف ترى؟ طبعا الكويت تمر بحراك. نعم. الحراك مستمر، يصعب أن يتوقف، هو يأخذ عناصر دعم من قوى عديدة، من اعتبارات عديدة، هناك سقف فيه شقوق الآن وفيه فتحات ربما، وبالتالي تغير المشهد. الأجواء العربية أيضا تشجع على هذا الحراك، تضيف على هذا الحراك. هذا لا يعني أنها هي انعكاس لنفس الأجواء العربية، لكن الأجواء العربية تمثل فرشة عامة تؤثر صح. على الحراكات في كل الدول العربية. الكويت ليست بعيدة بالتالي عن مزيد من الحراك، مزيد من السعي الشبابي، وبنفس الوقت كما تشاهد استجوابات، تعطيل، هناك مأزق سياسي. ما تراه الآن هو أنت ترى رأس هذا الجبل الجليدي من خلال الاستجوابات ومن خلال الأزمات السياسية. هناك مشكلة أعمق. نعم. بالتوزيع، بالعمل، بالإدارة، بالسياسة، بالتشكيل الحكومي، هذه المشكلة بحاجة إلى حل سياسي. لم نرى أحد يتحدث بعمق هذه المشكلة، ولكن دائما نأتي إلى الأعلى ونذهب بالاستجواب إلى رئيس الوزراء أو إلى الوزير، لا نتحدث عن معالجة المشاكل من الأسفل. لماذا دكتور من نظر؟ يعني هل نتحدث النواب عن النواب، يعني النواب دائما هذه مشكلة لا يذهب مثلا إلى حل جذري لها، يأتي إلى الاستجواب مباشرة. يعني النواب هم أعضاء في مجلس أمة، ومجلس الأمة في الكويت وفق الدستور ووفق الإطار الدستوري لا يشكل حكومة. نعم. وهم لا يمثلون أحزابا سياسية متفق عليها ضمن قانون للأحزاب السياسية. لهذا العملية السياسية في الكويت الديمقراطية هي عملية سياسية مختنقة، تحاول أن تعبر عن نفسها بصورة أوسع. فأنت لديك حكومة لا تأتي من مجلس نواب، ولديك مجلس نواب لا يؤثر مباشرة في تشكيل حكومة، ولهذا يستخدم الأدوات التي يمتلكها للتأثير. لهذا ما تحتاجه الكويت. نعم. معطيا أن الديمقراطية الكويتية بدأت في أوائل الستينات، ونحن نقترب الآن من 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 يوبيل خاص في الدستور. نعم. الكويتي، إعادة نظر. نعم. في العملية السياسية الكويتية بصورة جذرية. طيب دكتور، اليوم تم الإعلان عن 3 استجوابات جديدة لوزارة الداخلية والأوقاف والأشغال، هل تراها مستحقة فعلا هذه الاستجوابات، أم يعني مثل ما تفضلت تكتيك للمعارضة لا أكثر ولا أقل؟ يعني هذا يحتاج أن نأخذ كل استجواب على حدة. القضية المطروحة، ما هي القضايا المطروحة في كل استجواب؟ يعني المحاور. نعم. محاور كل استجواب، وبالتالي ربما تكون في جانب محقة، ربما تكون في جانب آخر متأخرة، ربما تكون ليس هذا الأساس. أنا أرى بالنسبة لي أن مشكلة الاستجوابات مرتبطة بوجود مشكلة سياسية أعمق، ولو تم علاج هذه المشكلة السياسية لن تكون قضية الاستجوابات بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذا الإطار. هناك إشكال أعمق قائم على مستوى الحكومة، التشكيل، القوى السياسية، التعبير، الصراع السياسي، أين نحن، علاقتنا أيضا بما يحصل من حراك في المنطقة، موقع مجلس الأمة من العملية السياسية. أيضا هناك إشكال بمواضيع الإنجاز، التخطيط، الرؤية، استراتيجية الدولة، مركز تجاري، أين المركز التجاري، مركز استثماري، أين المركز الاستثماري، قضايا كثيرة. أين نحن من قضايا التعليم، من قضايا البيئة، من قضايا الصحة، من قضايا رئيسية الآن تنفجر في وجه الدولة، كل قضايا الكوادر ربما تصرف كثيرا عليها، لكن هذا أيضا يعود لغياب إدارة موارد بشرية صائبة أيضا في الدولة. صحيح. أين نحن من القطاع الخاص والتخصيص ودفع الكويتيين للقطاع الخاص؟ أين الرؤية العامة للبلاد في مرحلة حساسة في العالم العربي وفي مرحلة حساسة في كل التجربة الكويتية؟ تساؤلات كبيرة دكتور، تحتاج مساحات زمنية أكبر. طيب نتحول إلى محور آخر وهو موضوع المغردين. يعني بين الفترة والأخرى تظهر على السطح قضية احتجاز مغرد، يعني في مثل هذه القضايا البعض يراها
قضايا رأي، يعني هذا شجير رأي والآخر يراها لا هي فعلا يجب أن يوضع حد لبعض الكلمات وبعض العبارات وبعضها. دكتور يعني بأمانة كيف ترى قضية تويتر واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الآراء أو حتى التدجيح فيها؟ يعني أنت تعرف نحن الآن نعيش في عالم مختلف، لا نستطيع السيطرة على كل شاردة وواردة وكل كلمة وكل قول. يعني يستطيع مفتوح. يستطيع أي شاب في تويتر إن أراد مثلا أن يتقصدني شخصيا أو يتقصدك أو يتقصد أعلى المناصب، يستطيع أن حتى يوعز لصديق له يعيش في القاهرة أو يعيش في بلاد الوقواق ويقول له اعمل تغريدة من هذا النمط. يستطيع اليوم أن يفتح مجالات واسعة ولا تستطيع أن تتعرف عليه وعلى هويته. يجب عدم تكبير هذه الأمور. أحيانا الشباب أيضا يكونوا متحمسين أكثر، أحيانا تخونهم يخونهم التعبير، فتأتي أنت وتكبر الموضوع ويصبح قضية كبيرة ربما تدمر مستقبل شاب. علينا أن نتعامل أيضا بأقل وأقل بانفتاح أكبر مع قضايا الرأي بشكل عام. لا أتحدث هنا عن قضية محددة أو قضية فيها لغة بذيئة، وإنما أتكلم أيضا عن قضايا الرأي. يجب أن لا يسجن إنسان أو يحقق مع إنسان لإعطاء رأي، لأنه قضايا المهمة كثيرة أكثر من هذا. ويجب أن تشغلنا القضايا الاستراتيجية. وأعتقد إذا عالجنا القضايا الاستراتيجية كثير من هذه القضايا الصغيرة ستذوب. دكتور يعني قراءتك للمشهد السياسي الحالي إلى أين سنسير؟ يعني مشهد طبعا لأي متابع سياسي فيه حراك، الحراك لن يتوقف. هناك فتحات كبيرة في السقف، السقف أكبر، اختلف، شقوق في الجدران. هل هذا شيء صحي؟ لا، ليس صحي، بسبب أننا تأخرنا كثيرا في إجراء إصلاحات جوهرية في الحياة السياسية الكويتية. ولهذا أنا لا أحمل إشكالية الوضع فقط للحكومة الحالية أو رئيس الوزراء الحالي، بمعنى أن السلطة التنفيذية مسؤولة، إنما هذا أمر بدأ يتطور في الكويت بهذه الصورة منذ ما بعد عام 90-91. كانت ضربة كبيرة، جئت بعدها حاولت، ولكن كان هناك إصلاحات كبيرة، بدأت انتخابات، عدنا إلى الديمقراطية عام 92، ولكن هذه الإصلاحات تأخرت. اعتقد كثير من الناس أن الدوائر الخمسة ستحل الكثير من المشكلات، لكن الدوائر لم تحل المشكلات. إذن أمام الكويت، معطيا أن المجتمع الكويتي اليوم أكثر تنوعا، أكثر انفتاحا، أكثر قبيلة ومدينة وفئات وجماعات، عليك أن تعالج الصورة السياسية بطريقة استراتيجية ولصالح مزيد من الديمقراطية.